ودعمت بوليا القطاع الخاص لفتح استثمارات بمصر، مؤكدا أن الدولة تقوم حاليا بتوفير البنية التحتية لجذب الاستثمارات. وأوضح مدبولي أن وثيقة ملكية الدولة لها دور مهم في تسهيل الاستثمار وجذبه إلى البلاد. ندعو القطاع الخاص لكي يأتي ويقوم بالمزيد من الاستثمارات. القطاع الخاص لن يتمكن من الاستثمار دون توافر البنية التحتية، لذا نحن نقوم بتوفير البنية التحتية حتى نتمكن من اجتذاب الاستثمار. ولذلك مصر تركز في الفترة الأخيرة على هذه الخطوات وفي بعض الأحيان هذه البنية التحتية بالطبع هي ما نتعاون عليه مع القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص في بعض الأحيان يكون مترددا في الدخول في مجال تطوير البنية التحتية، لذا عادة تنمية البنية التحتية تكون مسؤولية الدولة، هي التي تستطيع أن تقدم مثل هذا التمويل للبنية التحتية.